لا رح ننتقل للصحافة حسين مرتضى كمان لهيك نقيم هذه العملية مع بدايتها. صباح الخير أستاذ مرتضى، يعطيك ألف عافية. صباح الخير، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني أكثر من ساعة بلشت العملية الانتخابية المنتظرة من بعد ما طيلت هذه الفترة الماضية في انتخابات ما في انتخابات، وأخيرا بلشت هذه العملية الديمقراطية وهذا الاستحقاق الدستوري. اليوم البداية بالدول العربية اللي سبق وعددناها، من بينها أكيد الجمهورية العربية السورية اللي حضرتك بتواكب كثير هذا الموضوع من سوريا. في لبنانيين، يعني تفاجأنا أنه في لبنانيين راح يقترعوا بسوريا وعددهم حوالي 1000 لبناني، يمكن عددهم أكثر اللبنانية لأنه النسبة ما تخطت 1%، يمكن الباقيين راح يرجعوا يجوا على لبنان ينتخبوا 15 أيار. خبرنا شوية هيك أجواء عن هذا الموضوع. يعني طبعا اليوم يعتبر بداية العملية الانتخابية في الخارج، وهي ربما تكون نوع من الرسالة إلى الداخل بأن الاستحقاق كما تفضلت، أن هذا الاستحقاق سيحصل وهذا الاستحقاق سيجري في موعده حتى هذه اللحظة. وبالطبع يعني ربما يكون كمرحلة أولى كتجربة للواقع الموجود في الداخل اللبناني. من ضمن الدول التي تجري فيها الانتخابات في الخارج هي سوريا. طبعا يعني ربما كان البعض يعتقد بأنه لن يكون هناك تسجيل بعض الناخبين في السفارة السورية، السفارة اللبنانية في سوريا، لكن أتذكر أنه عندما تم الإعلان عن فتح يعني باب التسجيل في السفارات، كان هناك كنت أشاهد هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين كانوا يتوجهون إلى السفارة من أجل تسجيل أسمائهم. وصل العدد الذي يعني استكمل أوراقه إذا صح التعبير إلى أكثر من 1000 ناخب لبناني. طبعا سيكون هناك 3 صناديق اقتراع في السفارة اللبنانية في سوريا، ويتوافد الناخبون 1000 ناخب إلى مبنى السفارة في العاصمة السورية دمشق. طبعا كذلك هنا لابد أن أشير إلى أنه ليس فقط الناخبون الموجودين في العاصمة دمشق، هناك بعض الناخبين من المحافظات سيأتون كذلك إلى دمشق. لكن كون لبنان قريب من سوريا، النسبة الأكبر طبعا هم ربما سيتوجهون مباشرة في 15 من أيار، وجزء حتى من اللبنانيين يعني جاءوا إلى لبنان في فترة العيد نحن في هذه الأيام، وربما يبقون إلى ما بعد العملية الانتخابية. نتحدث تقريبا حسب بعض الإحصائيات عن أن تقريبا حوالي 10,000 ناخب لبناني موجودين في سوريا في مناطق البقاع، وكذلك في مناطق الشمال حوالي 2000 من المناطق ينتخبون في المناطق الشمالية، كان في من ناحية يعني عكا. المناطق الحدودية مع سوريا إذا فينا نقول، هن أكثر ناس متوجهين يا من الشمال من عكار يا تحديد من البقاع أكثر شيء. صحيح، يعني أكثر ما بين معلبك الهرمل إذا صح التعبير، وما بين الشمال من الحدود السورية اللبنانية. عم نتحدث عن حوالي 10,000، بالإضافة إلى كذلك يعني الأشخاص الذين سيتوجهون إلى السفارة. هذا يعني هذا الجو اليوم بهذا الشكل أعتقد بأنه يوحي بأن العملية الانتخابية قد انطلقت والعملية الانتخابية قد بدأت، وهذا بالطبع سيعطي الصورة إلى الواقع الداخلي، وسيكون هناك نوع من عمليات الترقب حتى الأسبوع القادم للمشاركة في الاستحقاق اللبناني. يمكن العملية الانتخابية هي ذات الاقتراع، ولكن الأجواء بتختلف بين الانتشار والداخل. يعني عم نتابع هيك بجولتنا على مراكز الاقتراع بالدول، هدوء رواء، الأحزاب كلها بتحب بعضها. يمكن الأجواء عنا بلبنان رح تكون مغايرة في 15 أيار، والمنافسة رح تكون أشد. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي. هلا الى حد ما يعني فينا نحكي بهذه الصوره، دائما بيقولوا باللبناني بالغربي بحن على بعضه، ما هيك؟ بتحسي شوي يا يعني ريت الصوره يعدل تختلف. المقيم، يعني يكون في هيك أجواء كمان ودية ما تفرقنا السياسة. مع ذلك يعني للاسف انه نحن كمان خلينا من رأى هيك الصباحيه، انه ايه بلشنا نلاحظ انه البعض حتى في الخارج عم بيحاول انه
انه يعني حتى هيدي الصفه اللي عم نقول نحن انه اللبنانيين بحنوا على بعضهم بالخارج عم يحاول يمكن ينتزعها، لانه عم نشوف على السوشيال ميديا بعض التغريدات اللي عم تهدد بعض اللبنانيين في بعض الدول، او عم تحاول انه توحي بانه سوف تقوم بعمليه يعني اذا بدك الابلاغ عن بعض الناخبين، لانه والله ينتمون الى جهه معينه الى تيار معين يعني، وخصوصا للاسف معلش اسمحي لي اني احكيها، للاسف انه بعض المغردين من حزب القوات بتفاجئ بتغريداتهم بالامس يعني تهديد واضح للناخبين من التيار الوطني، وهيدا بخالف القانون يعني، خلينا نكون واضحين، هيئه الاشراف لازم تكون منتبهه لكل هالتفاصيل. يعني صراحة أنا نشرت إحدى التغريدات بالأمس ليلا، تفاجأت فيها قديش بتحمل كمية من الحقد تجاه أبناء جلدتهم وتجاه لبنانيين موجودين في دولة عربية ما، يعني وكأنه وعندنا تجربة، في هذا السياق إنه البعض كمان أوشى، البعض فسد، البعض حكي. للأسف يعني هذا الأمر يعكر الجو اللي هو لازم يكون جو ديمقراطي، جو محبي، تنتهي الانتخابات في 15 أيار، يعود اللبنانيون في 16 أيار، يعني المسألة لا تتطلب أن يخرج البعض كل حقده بسبب صوت أو بسبب مركز أو بسبب موقع أو بسبب يعني نائب هنا أو نائب هناك. يعني هذه المسألة كمان احنا يجب أن نركز عليها بالإعلام، أنه يعني التنافس شيء وإذا بدك يعني التجاذب الانتخابي شيء، ولكن لا أن تصل الأمور إلى مرحلة الحقد على بعض الأشخاص أو بعض الناخبين، أو بمعنى آخر أنه والله يعني ما عنده مشكلة ينسجن أحد اللبنانيين والله بس لأنه هو عم يحقق هيك بعض إذا بدك يعني عم يطلع بعض الأحقاد اللي موجودة بداخله. أكيد لا إن شاء الله. يعني يعطي صورة غير جيدة وغير جميلة بالنسبة للواقع اللبناني. يعني مثل جولتنا هيك شفنا حضور لكل أحزاب مراكز الاقتراع، إن شاء الله أكيد بتبقى هذه العملية نزيهة وديمقراطية. هيك شو بتحب تتوجه بنهاية حديثنا؟ أنا بدي أرجع أنتقل أكيد للخارجية وشوف الأجواء كيف عم بتواكب الخارجية هذه الانتخابات بمرحلة الأولى، لكل من يتردد اليوم بالتوجه لصناديق الاقتراع كصحفي وكمراقب تابعت هذه الأجواء الانتخابية وصولا لليوم اللي ما صدقنا أنه صار عشوائي. يعني طبعا كمان في الجو اللي عم الأجواء اللي عم نحكي فيها بدنا نحكي كمان بكل صراحة أنه خصوصا بالخارج ما في إنصاف، بمعنى عملية المشاركة من قبل كل اللبنانيين، لأنه كان في قلق وكان في خوف، والتجاذبات السياسية كانت الداخلية وإن كانت طوائف معينة، يعني هون بتقصد ودوائر يعني معينة أثرت على الـ يعني من ناحية التسجيل ومن ناحية الجرأة إذا صح التعبير على أن يتوجه الناخبون اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع. كمان بدي أشير إلى نقطة حدثت قبل يومين من موضوع الانتخابات في الخارج، إنه هناك مثلا جزء من اللبنانيين في بعض الدول الأوروبية فوجئوا بأنه وصل على بريده الإلكتروني الخاص رسائل تحديدا من بعض الأحزاب اللبنانية تحرض. يعني ما بيكفي انه اول مسألة كيف حصل هذا الحزب اللبناني على الإيميلات الخاصة لهؤلاء الطلاب في الجامعات في بعض الدول الأوروبية. المسألة الثانية، هل يحق لهم ان يرسلوا هذه الإيميلات على البريد الإلكتروني وفيها كمية من الحقد على بعض الجهات الأخرى أو بعض الأحزاب الأخرى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي؟ أعتقد بأنه كمان هذه النقطة برسم القضاء ولازم تتابع. يعني بتمنى من الجميع خصوصا في الداخل وفي الخارج، ولكن طالما نتحدث عن الخارج، أن لا يشوب العملية الانتخابية أي إشكال، صوت هنا أو صوت هناك، لكن أن لا نعطي صورة سيئة عن إذا بدك عن المجتمع اللبناني، فلتبقى المحبة وليبقى التنافس الانتخابي يعني النزيه إذا صح التعبير والشريف، وتنتهي هذه الانتخابات ويعود الجميع إلى مجتمعه وإلى بيته وإلى عمله، حتى لا تعطي أو لا تعكس
صورة سلبية عن الواقع أكيد. وعن المجتمع اللبناني. إن شاء الله خير، هيدا فينا نقوله، إن شاء الله كمان بيكون عنا لقاءات مقبلة معك بعد الانتخابات النيابية. الصحفي حسين مرتضى، أهلا وسهلا فيك.